السلام عليكم ورحمة الله. غسادر نتوجد غا مستوصف إذا قمد لأنه تلقيت حملة طبية لساكنة المنطقة. جميع الدواوير ديال إذا قمد غتستفد من هذه البادرة الطيبة اللي كتقوم بها جمعية الفرفار للتنمية المحلية بشراكة وبتنسيق مع جمعية المواطنة للتضامن بالدار البيضاء وبتنسيق كذلك مع المجلس الجماعي لإذا قمد. والحمد لله راه إلى حد الساعة راه وصلنا لواحد 200 مستفيد من الحملة الطبية رجال ونساء وأطفال صغار. وكنتمنى إن شاء الله أنه كل عام نقوموا بهذه البادرة هذه وبهذا مثل هذه الحملات. وإن شاء الله في العشية كاينة حملة تربوية وعندنا منشطين جاو معنا من الدار البيضاء اللي غيديروا أنشطة ثقافية مع جوائز بالنسبة للطلبة ديال التلاميذ ديال مجموعة الموحدين المدرسة الابتدائية ديال جماعة إذا قمد. كذلك عندنا الناس اللي كيديروا الجداريات فنانين تشكيليين اللي غيخليوا الواجهه ديال المستوصف إذا قمد كانت عندها جماليه ورونق جميل. كذلك ان شاء الله عندنا نشاط ثقافي اللي غنرحبوا به بعض الناس هذو اللي شرفونا ولبوا الدعوه ديالنا. عندنا نشاط ثقافي في العشية غنديروا لهم فولكلور شعبي امازيغي باش نحتفلوا بهذه المناسبه هذه. وميم طون كنشكروهم وكنعاودوا نشكروهم بزاف بزاف لانهم لبوا لنا الدعوه ديالنا رغم جميع الصعوبات اللي كتواجههم كاطباء لانهم كتكون عندهم لاكارد بزاف لي ويكاند وما كيكونش عندهم الوقت وكيخليوا عائلات ديالهم. ومن هذا المنبر هذا كنقول لهم شكرا شكرا جزيلا لكم لانكم فرحتوا هاد الناس هادو ودخلتوا الفرحه لقلوبهم وكذلك شخصتوا واحد العدد ديال الامراض اللي غيبقاو هما واخا ما يتمكنش نعالجوها في نفس الوقت ولكن غيبقاو متبعين مع اطباء وعرفوا باللي بعدا راه مرض عندهم واحد النوع من المرض. وهاد الناس هادو وكاينين المساهمين في الخفاء اللي تساهموا معنا او تعاونوا معنا في هاد لانجاح هاد البادره الطيبه. وكنشكر الجميع باسمي وباسم جميع الناس ديال دوار الفرفار كنشكرهم جزيل الشكر. وكنشكر بالخصوص جمعيه المواطنه والتضامن من الدار البيضاء.